وتنفيذا لقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وسعيا منها لطمأنة الجمهور في مملكة البحرين في ظل ما تفرضه الظروف الاستثنائية الراهنة، قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتعاون والتنسيق مع طيران الخليج وأسواق لولو هايبر ماركت باستئجار طائرة لتوفير شحنة ضخمة لمجموعة لولو هايبر ماركت البحرين، والتي تضم مجموعة من السلع الغذائية. وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي المجتمعية وحرص الجميع للعمل والتكاتف للحد من التداعيات الاقتصادية العالمية لفيروس كورونا المستجد، لضمان استمرارية عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، بالإضافة إلى العمل على توفير المخزون الغذائي بشكل مستمر. وعلى هامش وصول طائرة شركة طيران الخليج إلى مطار البحرين الدولي، أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير صناعة وتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة طيران الخليج أن هذه العملية تعد الأولى من نوعها، وذلك من خلال تسيير رحلة خاصة تم تشغيلها من الهند إلى البحرين صباح أمس في مبادرة لدعم فريق البحرين، الأمر الذي يؤكد وقوف جميع الجهات وتكاتفها للمساهمة في الحد من هذه التداعيات الاقتصادية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة عدم التهافت لتخزين السلع الغذائية وضرورة الحصول على المعلومات من الجهات الرسمية للحيلولة من انتشار الشائعات التي قد تسهم في إرباك العملية الشرائية لدى الجميع. نطمن جميع سكان مملكة البحرين وصول أول شحنة من كوتشين من الهند وفيها مواد غذائية ومواد الصحة، فنطمنكم ان طيران الخليج راح تواصل جسر التواصل مع العالم وتنقل البضائع بانواعها المختلفه لمملكه البحرين. انا سعيده بتواجدي اليوم في مطار البحرين الدولي لمشاهده وصول اول دفعه من المواد الغذائيه الرئيسيه عبر ناقلتنا الوطنيه طيران الخليج، ونحب نشكرهم على هذه المبادره، وايضا نشكر شركه لولو هايبر ماركت لكونهم أول من استجابوا للتوجيهات الصادرة بتوفير مخزون استراتيجي للأغذية الأساسية في مملكة البحرين.